إخوتي إخواني يمثل الشباب شريحة حيوية في أي مجتمع، هم الطاقة المتجددة والأفكار النابضة بالحياة والأمل الذي نتطلع إليه. إن إسهامكم إذن فاليوم انطلق فعالية المجلس الترافعي الثقافي للشباب اللي كنضموا منتدى المبادرات الشبابية، واللي كيسعى المنتدى من خلال هذا البرنامج على أنه أولا هاد البنات والشباب والشابات اللي كيشاركوا في هذا البرنامج أنهم يتعرفوا على ماهية الديمقراطية التشاركية من خلال الندوة الافتتاحية كآلية ووسيلة دستورية كتمكن المواطنات والمواطنين أنهم يشاركوا مباشرة في صناعة القرار السياسي. بعد ذلك ستليها مجموعة من الأنشطة و الأوراش اللي غتمكن هاد الشباب أنهم في المستقبل يكتسبوا آلية الترافع باش أنهم يتمكنوا أنهم يعبروا على آرائهم وتصورهم ورؤيتهم لمجموعة من القضايا اللي كتهمهم بمنهجية فعالة. بالنسبة لنا احنا كمنتدى مبادرات شبابية في الدخول السياسي فكتظهر لنا أن القضية الأولى هي قضية طلبات الطب اللي غادي نعملوا فيها واحد الندوة اللي غيحضر فيها مجموعة من الفاعلين الأكاديميين ومن المجتمع المدني باش نحاولوا أننا نسلطوا الضوء على هاد المعضلة. بالنسبة للورشة ديال اليوم يعني هي كتعلق أساسا بالآليات ديال الديمقراطية التشاركية، يعني الشباب والآليات ديال الديمقراطية التشاركية. الأهم في هذا الموضوع هو أنه من بعد دستور 2011 اللي جاب الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة المغربية وجاء بعدة يعني بنود اللي كتنص على المشاركة الديمقراطية ديال الشباب وسيرتو الديمقراطية التشاركية والمواطنة. دونك هنا من بعد ما خرجوا القوانين والمراسيم ديالو كان ضروري من الجمعيات المجتمع المدني انها تنزل عند الشباب وتوريهم شنو هي الطرق والاليات اللي كاينه واللي ممكنه ولكن بشكل تقني، يعني كيفاش يترافعوا من خلال العرائض اللي كتقدم السيد رئيس الحكومه او البرلمان بمجلسين المستشارين والنواب او كذلك العرائض اللي كتقدم المجالس الجهات ومجلس الاقاليم والعمالات والجماعات المحليه. فيهم اختلافات بسيطه ولكن حنا غنحاولوا نشرحوها لهاد الشباب. الاهم عاوتاني في هاد الندوه هادي هو انه هاد الشباب قبل ما يديروا هاد العرائض خاصهم يكونوا ملمين ببعض الموضوعات اللي عندها رهيني ديالها، يعني العداله الاجتماعيه، العداله المجاليه، الادماج ديال الشباب، يعني هادشي كامل ان شاء الله نحاولوا نهضروا عليه باش في الترافع ديالهم وفي المطلب ديالهم يكون محدد، لان حتى القوانين كتهضر على انه المطلب خاصو يكون محدد وواضح في الهدف ديالو. وبالتالي باش ما يضيعوش حنا غنحاولوا ناطروهم، يعني الركيزه الاساسيه في هذا الشيء كامل هو انه الشاب ما خصوش يبقى يتسنى، يعني حيت المواطنه التشاركيه ماشي غيتسنى يعني السياسيين ينزلوا عندهم، بل بالمقترحات ديالهم هما غيطلعوا عند السياسيين باش يبرزوا الاشكاليات اللي كيعانيوا منها.